اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، والرساله اليوميه لبطوله كاس العرب للشباب المقامه في السعوديه راح نكون وياكم بشكل يومي. طبعا انت اوجزت في كلامك وبسؤالك، انت يمكن كانت الاجابه موجوده بالنسبه لاعداد الفريق، لكن احنا خلال البطوله متواجدنا بالبطوله، احنا حقيقه ككادر تدريبي طموحين ان احنا نوصل ابعد مكان في هذه البطوله، واذا الله مكننا سبحانه وتعالى وقدرنا نتجاوز المرحله الاولى راح تصير حسابات اخرى للمراحل القادمه. تعرف انت الفرق كلها فرق جيده، وكلها فرق يعني ممتازه جدا من ناحيه اللاعبين ومن ناحيه الاعداد سواء البدني ولا الذهني ولا الفني. احنا يمكن اول مباراه تعرف انت فريق تونس فريق مبهم حقيقه، ما نعرف عنه اي شيء، لكن تفاجئنا اذا هو عده لاعبين محترفين في اوروبا بالاضافه الى لاعبين يلعبون بالنادي الافريقي التونسي بالخط الاول، يعني لاعبين جيدين قدرنا يمكن جاريناهم يمكن تقريبا ما يقارب شهر ونص، لكن تعرف انت الفارق البدني والاعدادي والذهني للاعبين يختلف عن اللاعب العراقي، اللاعب العراقي يعني يحتاج الى الكثير حتى يتطور. راحت المباراه الاولى، نفكر بالمباراه الثانيه مباراه الكويت، وان شاء الله يا رب نقدر نتجاوزها، وبعدها مباراه موريتانيا ان شاء الله همنا حاسبين الحساب، وصارت الفرق كلها مكشوفه لان تدري احنا لعبوا وشفناهم. ان شاء الله يعني فريقنا يقدر يوصل يعني بطريقه او باخرى ان شاء الله الى المرحله القادمه، واذا ما وصلنا فهي مرحله اعداديه لا اكثر ولا اقل، واحنا نريد نشوف بها اللاعبين ونوقف على مستوى اللاعبين الحقيقي طبعا، لان تعرف انت احنا ما اخذنا مباراه سواء يعني بعض المباريات التجريبيه في بغداد، لكن ما اعطتنا يعني المستوى الحقيقي للاعب. المباراه الدوليه هي اللي تكشف اللاعب يعني وتعطيك مستوى الحقيقي وتقدر تشوفه وين واصل يعني حقيقه، فلذلك انا اعتقد انه هي المشاركه بحد ذاتها هي ممتازة جدا. أنا من الحراس اللي عندي اليوم اللي جبتهم هم اثنينهم اليوم ما يلعبون بنادي، واحد من فرق شعبية واحد كان من الناشئين ولحد الآن ما يلعب، ما عدا حارس الثالث هو بأحد الأندية وهم بديل. فيعني هذه الفئات خاصة في هذه الفئة يراد لك أنت فترة طويلة حتى تصنع من حارس مرمى يكون للمستقبل، وأنا بالعكس يعني مع اعتزازي واحترامي كل الإخوان الناقدين، اما ان انتقاد يعني شخصي او انتقاد يعني ما يفتهم في حراسه المرمى، انا اللي اشوف كل يعني الهدف الاول حاله ثابته وكره بعيده على الحارس وما يتحمل منها اي جزء، الحاله الثانيه يتحمل جزء من سقوط الكره في 6 يارد، كان بالامكان ان بالقدم مالته يعني يبعثها او باليد، لكن يعني الرجل مالته اذا شوفه شاهد يعني بالحاله اللي حركه الحارس هي صارت زحلقه وبالتالي ما ادت الى الخروج على الكره وادت الى، بس العموم انا دا اشوف الحارس يتطور من الحراس يتطورون من مباراه الى مباراه اخرى، خاصه في البطولات تقارن البطوله اللي شارك بها في غرب اسيا والتصفيات، شوف اليوم ايش قد فرق شاسع وصارت له ثقه بالنفس، علينا احنا ان ندعم ونبني حتى نكون حراس فوز ونحقق الفوز للشعب العراقي والكره العراقيه ان شاء الله، وعندنا مهاجمين جيدين ان شاء الله. والله يعني اليوم راح يبدا الكادر على تصحيح الاخطاء امام المنتخب التونسي، وان شاء الله نكون يعني رقم صعب البطوله ان شاء الله. الظهير اليسار قالوا احنا ما نقدر نطيل، يعني ما عندنا حتى المحترف، يعني بعد ما الاتحاد تقريبا كان شبه يعني في قرار انه قد الدوري ما يستمر او الدوري يعني موضوع الدوري كان مثل ما يقول لك في مهب الريح في تلك الفتره، فالغوا قسم من عقود اللاعبين المحترفين وقسم المواطنين وايضا قسم انديه نطوا لاعبيهم حتى يعني باعوا لاعبيهم الى انديه خارجيه، وبالتالي اعتقد هاي الارباك اللي حدث في الفتره الماضيه هو السبب في انه اللي جعل قسم الانديه انه تتمسك بلاعبيها، لكن ان شاء الله تتنظم الامور خلال الفتره القادمه، واعتقد انه ايضا هاي فرصه للاعبين الاخرين لاثبات وجودهم في هذه البطوله، خاصه هم بعدهم بطوله اخرى، عندهم غرب اسيا، وايضا عندهم بطوله نهائيات شباب اسيا، فاعتقد انه هذا راح يكون استعداد جيد للبطوله الاهم اللي هي بطوله نهائيات شباب اسيا ان شاء الله.